أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة، سيفنت يونت، الدراسة، ستاديز، الدرس 61، 61st lesson، الكلام، التدريب الأول، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. المثال، the example، الطالب الأول. إلى أين تذهب يا أحمد؟ Where are you going, أحمد؟ أذهب إلى المدرسة. I am going to the school. الوقت مبكر الآن. It's early now. المدرسة بعيدة عن البيت. The school is far from the house. هل تذهب بالسيارة؟ Do you go by the car? لا، أذهب بالحافلة. No, I go by the bus. سامية، ياسيني، نعم، you are first. هور، السلام عليكم. وعليكم السلام، you are second. اوكي، Start. Start إلى the أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهبت يا هور؟ إلى أين تذهبين يا هور؟ إلى أين تذهبين يا هور؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر الآن. مدرستي بعيدة عن البيت، بيتي. عن البيت. عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ هل تذهبين؟ هل تذهبين بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Continue. Yes. Okay. مدرسة، مكتبة. إلى أين تذهبين يا هور؟ أذهب إلى المكتبة. مكتبتي. الوقت المبكر الآن. المختبر بعيدة. المكتبة بعيدة. المكتبة بعيدة عن البيت. عن البيت. هل عن البيت، pardon. تذهبين Yes, هل عن البيت. تذهبين عن البيت. بالسيارة؟ لا، أذهب بالمكتبة يا برنايا، بالحافلة. بالحافلة. إلى أين تذهبين يا حور؟ أذهب إلى المختبر. الوقت مبكرا الآن. المختبر بعيدة عن البيت. مختبر بعيد. It is masculine. بعيد. بعيد. أوكي، بعيد. بعيد عن البيت. بعيد عن البيت. هل تذهبين بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة.
إلى أين تذهب يا إلى أين تذهبين يا حور؟ أذهب إلى في المسجد. إلى المسجد. إلى المسجد. الوقت مبكر، الوقت مبكر الآن، الآن. المسجد بعيد عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ أذهبين. لا هل تذهبين بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. إلى أين تذهبين يا هور؟ أذهب إلى الكلية. الوقت مبكر الآن. الكلية بعيدة عن البيت. هل تذهبين بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. جزاك الله خير. إكراك الجامعة. We have جامعة. a جامعة. Oh, sorry. إلى أين تذهبين يا هور؟ أذهب إلى الجامعة. الوقت مبكر الآن. الجامعة بعيدة عن البيت. هل تذهبين بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. التدريب الثالث. مس سامية. التدريب الثالث. أجب إلى أسئلتي مستعينا بالصور. Answer the questions making use of the pictures. Mr. Yasini, answer them Yes, in the نعم. pictures. Start, Mr. Yasini, read this question. Okay. متى يستعيذ what was her name? يستيقظ أحمد. No, no. How was her name? أحمد. Use أحمد or her name? Ahmad, now we need to do according to the picture. Okay, You okay. are alone. متى يستيقظ أحمد؟ An answer. Yes, answer it. Okay. أحمد يستيقظ الساعة 4. الساعة الرابعة. الساعة 4. الرابعة. أين تصلي الفجر؟ يصلي الفجر. أصلي الفجر في المسجد النور. يصلي الفجر في المسجد النور. يصلي الفجر في المسجد النور. أين يذهب أحمد؟ أذهب يذهب. إلى يذهب إلى المكتبة. أين أحمد الآن؟ الآن أحمد في الكلية. ماذا يدرس أحمد؟ يدرس التعليمات الإسلامية. الدراسة الإسلامية. دراسة الإسلامية. ماذا يقرأ أحمد؟ يقرأ الكتاب. التدريب الرابع.
fourth exercise, أكمل الحوار. Complete the dialogue. مسهور، Yes. you are first student. Yasini, you are second Okay. student. Okay. Who start? هل أنت طالبة؟ هل أنت طالب؟ طالب؟ هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب. Where do you study? Where? أين يدرس؟ أين تدرس؟ أين يدرس؟ تدرس. تدرس تدرس क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे? Second person, when we ask a question to second person, we say tadrusu. Aina tadrusu? Where do you study? Aap kahan padhte ho? أدرس Okay. في جامعة أين تدرس؟ القاهرة. أدرس في جامعة القاهرة. Do you study in the Faculty of هل Engineering? أنت Are you studying in the Faculty of هل Engineering? أنت هل تدرس في هل تدرس في ال كلية الهندسة؟ كلية الهندسة؟ لا، في كلية الطب. Will you become a doctor? هل ستكون طبيبة؟ هل ستكون طبيبة؟ هل نعم، ستكون طبيبة؟ نعم، سأكون طبيبا إن شاء الله. How many days you study in a week? كم أيام؟ كم يوما؟ كم يوما ستدرس تدرس في الأسبوع. في الأسبوع؟ كم يوما تدرس في تدرس الأسبوع؟ في الأسبوع 4 أيام في الأسبوع. آتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. مريم تركي تربية. مريم made the sentence. مريم طالبة تركية. مريم is a Turkish student. تدرس في جامعة أم القرى. She studies in أم القرى University. في كلية التربية. In the Faculty of Arts. سامية. ياسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. Make this, read this. روكيش أدرس مي يدرس في جامعة أم القرى Just في read the example. كلية مريم التب. طالبة تركية. أوكي. مريم طالبة تركية تدرس في جامعة أم القرى في كلية التربية. Next. أحمد طالب مالزي يدرس في جامعة مالزي جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في كلية اللغة
العربية، لغة العربية. لغة العربية، تل في اللغة العربية. زينب طالبة باكستانية تدرس في جامعة أم القرى في كلية العلوم. أنور طالب سوريجا يدرس في جامعة أم القرى في كلية الحاسوب. صالحة طالبة مصرية تدرس في جامعة أم القرى في كلية الطب. النجم السادس، أجيبني الأسئلة التالية. Answer the following questions. Mr. Yasini, ask these questions in whole. Answer them according to yourself. Okay. Okay. Yes, you need. Start. Yes. هل أنت طالب؟ طالبات. هل أنت طالبة؟ Female. هل أنت طالبة؟ لا، أنا مدرسة. هل أنت مدرس؟ مدرسة female. مدرسة. نعم أنا مدرسة. في أي مدرسة تدرس؟ أنا تدرس أن أدرس أدرس في جامعة. في أي جامعة تدرس؟ اسكو كاميني In which university آب do you study? Are you studying? You are studying in which university? आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं पढ़ती तो नहीं हूँ, कुछ भी बता दो. Yes. في जामियात दारुल उलूम. في جامعة دار العلوم. في أي كلية تدرس؟ Female, for female we say تدرسين تدرسين تدرسين. أوكي. في أي كلية تدرسين؟ किस हॉस्टल में पढ़ती? In which college नो you study? आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं, किस फैकल्टी में पढ़ती हैं? ओके अदरसु في في كليتي جامعة في كليتي إسلامية. في كلية الإسلامية. ماذا تدرسين؟ أدرس ماذا تدرسين؟ क्या पढ़ती हैं؟ आप क्या पढ़ती हैं, किस कौन सब्जेक्ट पढ़ती हैं? Which subject? आप क्या पढ़ती हैं? أدرس أحاديث. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس يوما أدرس ثلاثة خمسة يوما يوما في الأسبوع. تدرس في أدرس الأسبوع. ثلاثة أيام في الأسبوع. ثلاثة أيام
ثلاثة تا ثلاثة تا yes ثلاثة تا في الأسبوع أيام ثلاثة أيام أيام ثلاثة أيام في الأسبوع. كم حصة تدرس في اليوم؟ تدرسين كم حصة تدرسين في اليوم؟ How many periods do you study in the day? एक दिन में कितनी क्लास होती है? أربعة حصة أربع في اليوم. حصص في اليوم. أربع حصة في اليوم. حصص في اليوم. متى حصة يبدأ متى؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ تعليمي سال كم شروع ہوتا ہے کوئی بھی مہینہ بول دیں क्या है تعليمي बता سال کب شروع ہوتا ہے يبدأ تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے کس مہینے میں ये मैं कैसे बताऊंगी کوئی इंग्लिश بھی में तो مہینے کا آتا है نام لے لیں کوئی بھی تو مہینہ کام مطلب کریں یبدأ فی अप्रैल شہری ابریل اور فی شہری شعبان اور شہری شوال في شهر مس أبريل. سامية جي سر مس سور you will ask the questions and yes سامية will answer you اوكي سر Or ask this question. मैं क्वेश्चन करूँ अब Yes. متى ينتهي العام الدراسي؟ ينتهي العام الدراسي في شعبان. متى عطلة الأسبوع؟ ثلاثة عطلة في الأسبوع. Wrong answer. Wrong When is answer. the weekly holiday? Weekly holiday. Okay, sir. في العطلة في يوم الجمعة. Okay, يوم الجمعة. ठीक है सर. Okay. Okay, sir. متى الاختبارات؟ متى الاختبارات؟ اختبارات سر كم مثلا؟ Exams, when are the exams? Okay. الاختبارات في رمضان في شهر في شهر رمضان. رمضان ये भी ठीक नहीं था Okay, correct. okay. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ اليوم الدراسي سر کوئی بھی ویک ڈے کا نام لینا کوئی ٹائم یبدأ بتانا ہے اليوم when does الدراسي that studies begin في الساعة السابعة متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي اليوم الدراسي إلى الساعة الثالثة we don't need إلا in this answer ينتهي اليوم اوكي سر الدراسي الساعة الثالثة سر کیا کہیں گے ينتهي اليوم ينتهي اليوم الدراسي الساعة الثالثة الساعة السادسة ٹھیک ينتهي اليوم الدراسي الساعة السادسة ثالثة ماذا تفعل في
استراحة. تفعلين؟ ماذا تفعلين في الاستراحة؟ تفعلين تفعلين What do you do in the recess? ماذا تفعلين في استراحة، ريسس، بريك. الاستراحة؟ بريك में क्या करती हैं؟ ब्रेक में खाना खाते हैं ना, खाने का बोल। آكل وجبة خفيفة في الاستراحة. I eat a light meal in the recess. آكل وجبة خفيفة في الاستراحة. She is not here. Okay, who will ask the next question? Yasini will answer. متى تذهب إلى المدرسة؟ Yasini. متى تذهب إلى المدرسة؟ Can I answer, sir? Okay, yes, answer. أذهب إلى المدرسة الساعة 7. هل تذهبين بالحافلة؟ نعم، أذهب بالحافلة. أين جامعة أم القرى؟ أين وير؟ Yes. Yes. في مكة المكرمة. في مكة المكرمة. In the holy city of Makkah. Yasini, do you hear us? Yes, what I do? Read this. هو Oh, يأكل okay. شطيرة. هو يأكل شطيرة. هما هو يأكلان يأكلان شطائر. هو هما يأكلان شطائر. هو يأكل شطيرة. هو يأكل هو يأكل شطيرة. شطيرة. هو يأكل أربع شطيرة. حروف. هما يأكلان شطائر. يأكلان. هما يأكلان هما شطائر. يأكلان شطائر. هو يأكل بيضة. هو يأكل بيضة. أربعة. هو يأكل شطيرة. هو يأكل بيضة. هو يأكل بيضة. هما يأكلان شطائر. نمبر فاست. They are both eating a sandwich. هما يأكلان شطائر. هم يأكلون هم بيضا. يأكلون بيضا. هما يأكلان شطائر. نمبر فاست. هما They are يأكلان both eating. شطائر. هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. هم أربعة. يأكلون بيضا. هو يأكل بيضة.
هو يأكل بيضة. He is eating. Number two, he is هو eating يأكل an egg. بيضة. هو يأكل شتيرة مش oh yeah number three he is eating يأكل شطيرة. هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا number four هم يأكلون بيضا. هو يأكل بيضا. He is eating an egg. هو يأكل بيضة. هم يأكلون بيضا. They are eating eggs. Number first. هم يأكلون بيضا. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. Number three. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. Number four. He is eating rice. هو يأكل أرزا. He is eating rice, number two. هو يأكل أرزا. Miss Hoor. Yes. He is eating a sandwich. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. هما يطبخان نو هما يأكلان هما شطائر يأكلان شطائر. فاست سكند هي از ايتينج ا ساندويتش هو يأكل شطيرة. هو يأكل بيضة هو يأكل بيضة. بيضة بيزتون second they are هما يأكلاني هما يأكلاني شطائر هما يأكلان هما شطائر. يأكلاني شطائر هو يأكل بيضة هو يأكل بيضة. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. هو يأكل بيضة. هو يأكل بيضة. هما يأكلان بيضا. Second. هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. They are هما يأكلان شطائر. هما يأكلان شطائر. هم يأكلون بيضا. هم هما يأكلون يأكلون بيضا. بيضا. Third. هم يأكلون بيضا. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. أرزا. هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. هو يأكل أرزا.
يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. هو أرزا أرزا. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. سامية هي تشرب ماء. ياسيني هي تشرب ماء. هي تشرب ماء. السمكة تسبح. السمكة تسبح. The fish is The swimming. fish is swimming. هي تشرب ماء. Third option. هي تشرب ماء. السمك تسبح. السمكة تسبح. القطة نائمة. القطة نائمة. الكلب يأكل. القطة الكلب الكلب يأكل. القطة نائمة. القطة نائمة. الكلب يأكلون. الكلب يأكل. يأكل. الكلب يأكل. السمك تسبح. السمكة تسبح. نمبر 3. القطة نائمة. Third option. The cat is sleeping. القطة نائمة. الكلب يأكل. The dog is eating. الكلب يأكل. Second. The dog is هي تشرب ماء. She is drinking. هي تشرب ماء. Fourth هي option. تشرب ماء. هي تشرب ماء. الكلب يأكل. The dog is الكلب eating. يأكل. القطة نائمة. Second, the cat is sleeping. نائمة. الجواد يجري. الجواد. الجواد يجري. The horse is running. السمكة تسبح. Fourth option, the fish is swimming. السمكة تسبح. Fourth. الجواد يجري. هي تشرب ماء. هي تشرب ماء. هي تشرب ماء. الجواد جواد يجري. The horse is running. هي تشرب ماء. هي تشرب ماء. الجواد يجري.